مشيت نوصل الرحيم وفي الصباح صبحت مجونب. إياك إلا مشيت عند عمتك تزور وبتفما وتصبح مجونب تمشي تغتسل في الدوش غيت يمم وصلي الصباح، لأن غسلك في البيت الذي نمت فيه وكنت ضيفا يحدث شكوكا عند أهل البيت وقد يؤدي إلى مفسدة قطيعة الرحم والشبهات. أعقل عليها يا الشاب، إلا مشيت بت عند خالتك ولا عمتك مشيت تزورها وصبحت ما فما حالة عندك تمشي تغتسل تيمم، فهمتوني؟ عندك عندي تقول لها خالتي حميلي الماء، وهي عندها بنتها. الله يهديك يا ولدي، الانسان يكون شويه كويس عاقل